باسم السيدة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول بحضرة من مختلف ولاية الوطن. هناك تكوين، سيكون هناك تكوين مباشرة في المنصة. موظف بالهيئة الوطنية. اليوم أيضا هو تاريخ اللي صادقت فيه الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. تمر 29 سنة منذ مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقية الهامة. أكيد بهذه المناسبة احنا حبينا دائما نوقف فيها باش نقيم واش عملنا في مجال حماية الطفولة، واش الأشياء اللي مازال علينا أننا نعملها. اليوم مع المجتمع المدني أطلقنا منصة رقمية جديدة للتشبيك والتواصل ما بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وما بين فعاليات المجتمع المدني. تصادف هذه الفعاليات ذكرى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل من طرف الجزائر 19 ديسمبر 1992. ومنذ هذه المصادقة لقد حاولت الجزائر بخطوات كبيرة من أجل ترقية حقوق الطفول وحقوق الطفل، وتتمثل هذه في أولا تسجيل الاتفاقية من خلال قوانين خاصة بالطفولة وخلق الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.